وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كان لقاء مهم جدا مع مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، وفوز اليوم على النادي المصري بهدفين مقابل لا شيء. خلينا ارحب في الجزء الاخير في هذه الحلقه بالكابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي، نتكلم عن الحكم بشكل عام، لان احنا كابتن سمير للاسف ما عندناش وقت، ويعني عندنا برنامج ملك وكتابه بعد نهايه هذا الاستوديو، وبالتالي يعني رأيك بشكل عام في حكم المباراة؟ هو طبعا روبرتو جارسيا الحكم المكسيكي النهارده وطاقم الحكام اللي معاه، كان معاه روبرتو واندرس هرنانديز وكريستيان كايبك وإيريك ميريندا، ومعهم المرافق الحكام أفضل نجيب. النهارده بصراحة طاقم الحكام المكسيكي عملوا مباراة رائعة النهارده. شخصية الحكم بانت، احنا للأسف الحالات مش هنقدر نشوفها دلوقتي. شخصية الحكم بانت كابتن إسلام النهارده في الثانية 14، في الثانية 14 من المباراة الحكم أعلن شخصيته، قربه لكل كورة في بداية المباراة، ما بيحسب بيبين شخصيته للفرقتين، قربه من كل كورة النهاردة، كل الأخطاء اللي حسبها. يعني أنا كنت في الحالة كنت جايب له حوالي 7 حالات كلها إيجابية، 5 حالات في الشوط الثاني برضو 90% منها إيجابية. عنده حالة في الشوط الأولاني مثلا في كان خطأ سليم لصالح الأهلي، وبعد كده في خطأ سليم تاني لصالح فريق المصري، في لمسة يد هو كان قريب منها، في مساعدين النهاردة كانوا هايلين بصراحة، كان في تعاون جميل جدا بين الحكم والمساعدين حتى في احتساب الأخطاء، حتى المساعد رقم 1 فكرني شوية بمساعد الحكم الدولي أيمن دجيش، نفس الستايل بتاعه السرعة بتاعته. النهارده ركله الجزاء اللي حسبها في الشوط الثاني للنادي الاهلي كانت ركله جزاء سليمه 100%، بس ينقص فيها الانذار، لان طبعا دي كانت بسبب التهور، لو كلنا نفتكرها على حسب الذاكره طبعا الناس لسه فاكره المباراه من حوالي 10 دقائق خلصانه او نص ساعه، ركله جزاء واضحه في تهور من لاعب نادي المصري وهو بيلعب قبل ما يلعب الكره. دي ما فيهاش حاجه خالص يا جدع. نعم؟ دي ما فيهاش حاجه خالص. لا انا هقول لك ايه، ما فيهاش حاجه يعني. هو اصل ده اعترض الحقيقه، حسيت ان لعيبه النادي المصري اعترضوا وحسسوا لي ان انا ان هي مش ضربه جزاء. هو بص عامه يا كابتن اسلام، اما المدافع بيعمل ركله جزاء اول واحد لازم بيعترض على الحكم، ليه؟ لازم يعني بيشيل التهمه عليه بالخطا اللي عمله وتسبب فيه ركله جزاء. لو كانت بره ما كانش هيعترض. لا واضحه تماما. لا ده انا في نقطه على الحكم، هو خطا، القرار الفني سليم 100%، بس القرار الاداري كان محتاج انذار، كان لازم انذار لسبب بسيط. احنا بنستخدم هنا في تهور في اللعب، في اذيه ممكن تحصل للاعب بتاع النادي الاهلي، بعد كده في انذار سليم كان اتاخد على ايمن اشرف، كان سليم جدا طبعا بسبب طبعا التهور، وبعد كده كان في الدقيقه 37 تسلل سليم على المصري. دي احداث الشوط الاولاني. نمشي بسرعه في الشوط الثاني، اتكلمنا على شخصيه الحكم بانت كويس قوي في الدقيقه 61، كان في خطا واضح على النادي الاهلي، الحكم فتح سبرنت يا كابتن اسلام قوي جدا. ايوه مع اول ما فتح السبرنت وجيب في وسط اللعيبه مفيش ولا لعيب فكر ان ممكن ايه يدخل في اللعب. تمام. بعد كده في الدقيقة 74 كان عنده اتاحة فرصة جميلة جدا عملها أثناء المباراة، وبعد كده نوصل خطأين سلام لصالح المصري وبعد كده الأهلي. بعد كده بقى عندنا في نقطة كنا نعم كرة كنا لازم نشوفها، كرة دي أهم كرة في المباراة، كانت في الدقيقة 87 في سقوط من لاعب نادي المصري داخل منطقة الجزاء، هو ما حسبهاش خالص. هو ما حسبهاش خالص في أول لقطة، لو اتفرجنا لايف في الدقيقة 87 مش هتلاقي فيها أي خطأ. تمام. إنما لا، بس فيها نقطة في الدقيقة 92 بقى، أما جت الإعادة في شد من رامي ربيع للاعب المصري داخل منطقة الجزاء، فكان يستوجب لازم يبقى في ركلة جزاء لصالح المصري ضد النادي الأهلي. هي في الكرة دي كان نفسي نشوفها. كانت في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 87 الحدث ده حصل، ما بنتش في التلفزيون في الدقيقة 87، في الإعادة في الدقيقة 92 أو 91، 15 ثانية بالظبط، هتلاقي في شد من التيشيرت بتاع رامي ربيع، شد التيشيرت بتاع لعيب نادي المصري داخل منطقة الجزاء، كان يستوجب فيها ركلة جزاء. بشكل عام تدي لهم كام تقييم؟ رائع رائع النهارده، ما يقلش عن 8/10 لولا ركلة الجزاء الغير محتسبة والإنذار اللي كان يبقى لصالح النادي الأهلي، كان ممكن يوصل 9.5. حكم، هسألك سؤال يا كابتن، حد فينا حس بالحكم؟ لا مفيش. سلوك اللاعبين الرائع، لعيبه الاهلي والمصري بصراحه في الملعب، برافو عليك يا كابتن، برافو عليك. سلوك اللاعبين سواء الاهلي او المصري نجح شكل المباراه، نجح الحكم كمان بالظبط. بهني طاقم الحكام بالكامل بصراحه على الاداء اللي عملوه النهارده، واتمنى وهاتوا لنا حكام المكسيك، هاتوا لنا مفيش مشكله، طالما انك بتعرف بالظبط، طالما احنا فاضل لنا بس ايه استراليا
وامريكا الجنوبيه عشان المكسيك انت عارف طبعا بين الاثنين بالظبط كده. وبالمناسبه الحكم لم يحكم في اي بلاد عربيه، اول مره يظهر في المنطقه العربيه، ما لعبش اول زياره لي في الجزء الاخر من العالم يعني اللي هو احنا كان اول مره يعني بالظبط. تحركاته في الملعب كويسه جدا يا كابتن، شخصيته رائعه، انا بصراحه استمتعت بيه واعتقد الناس كلها استمتعوا بيه يعني. كابتن سمير انا بشكر حضرتك جدا، و يعني معلش عشان وقتنا لانه عندنا برنامج اخر ملك وكتابه بعد الاستوديو، فانا بشكرك جدا على وجودك معانا، ولكن في النهايه هتولنا حكام مكسيكان مفيش مشكله، حكم هايل او طاقم تحكيم تبع فيفا زلاطه الحته الناحيه الثانيه، طاقم تحكيم رائع الحقيقه النهارده بغض النظر عن اي شيء، ولكن طاقم احنا قلنا كان في ركله جزاء هنا اتحسبت هناك ما اتحسبتش، بس هو كمجمل كان رائع بصراحه.